مغالطة الشخصنة. المغالطة هاي ببساطة بتعني انه الشخص اللي انت بتتناقش معاه بترك الموضوع الاساسي اللي حواليه النقاش بينك وبينه وبلش يهاجم على شخصك. يعني مثلا انا بحكي لصديقي انطونيو انه الخبز مش مفيد للصحة، فهو برد علي وبقول لي شوف شكلك زي المعزة. اوكي، بترك الموضوع الاساسي وبيهاجم على شخصك ببساطة. مغالطة رجل القش، هاي المغالطة ببساطة بتعني انه الشخص اللي انت بتتناقش معاه اجيت انت طاحت فكرة معينة، فهو بدل ما يرد على الفكرة اللي انت طاحتها بشكل واضح وموضوعي بيعمل نسخة جديدة من كلامك وبعدها ببلش يهاجم عليها. خلينا نفترض النقاش التالي، انا بحكي مع صديقتي هند وبحكي لها انا بحب مثلا كتابات الكاتب الفلاني، تماما انه كتاباته فيها فكرة وفيها عمق مش طبيعي. فاجت هند وردت علي وقالت لي بس هذا مشكلته الكاتب انه تم اتهامه بقضية كذا وكذا. هذا بالضبط اسمه رجل القش، لانه انا مش بهامني حاليا ولا بناقش هذا الشخص من ناحية شخصية، احنا بنناقش الكتب والمحتوى تاعه، ولكن هي سحبتني لنقاش ثاني حوالين ماضي هذا الشخص بدل ما نناقش الموضوع الاساسي اللي هو كتبه. مغالطة سمكة الرنجة الحمراء، هاي المغالطة ببساطة بتعني تشتيت الموضوع الأساسي اللي حوالين النقاش، حوالين إثبات مثلا وجود الله. أنا بقول لك إنه الله موجود عشان 1 2 3، فأنت مثلا بدل ما تدعى الادعاءات تعيتي أو الكلام تاعي تيجي تقولي ما هو الإسلام فيه عبودية، طب هاي شو دخلها بالحجج تعيتي؟ وصلت كيف؟ تشتيت الموضوع عن الفكرة الأساسية. وممكن حتى الطرف المؤمن مثلا تتناقش انت مع ملحد والملحد يقول لك مثلا انه الديانة تعيتك فيها نصوص مثلا تحاض على الكراهية وانه في عنف مثلا في الإسلام، فتيجي تترد عليه وتقول له طب ما هو في الأنظمة الأبصار الشمولية وفي كمان ستالين وبولبوت. هاي بعض مغالطة منطقية انك شتت الموضوع الأساسي اللي كان حوالين الدين والإسلام. ببساطة هي المغالطة تشتيت الموضوع الأساسي للهوب لقضية ثانية. مغالطة الأكثرية، هاي المغالطة ببساطة بتحاول في خصمك يثبت انه هو صح من خلال انه أغلب الناس بيحكوا نفس كلام. يعني مثلا انت بتتناقش مع واحد مسيحي فبقولك انه دينه هو أحسن دين في الدنيا وهو الدين الحقيقي، فبتسأله ليش؟ بقولك انه أغلب الناس مسيحيين. طبعا هاي مش حجة لانه بوقت من الاوقات كان اغلب الناس وثنيين، فهي مش حجه، فاهم كيف يعني علي؟ او مثلا واحد يقول لك اغلب الناس بيحكوا في وقت محدد انه الارض هي مسطحه، هذا لا يعني انه الاغلب معاه انه صح وانها فعلا مسطحه، زي ما كان الناس يامنوا في الماضي ولكنهم يوم اثبت العلم انها مثلا مش مسطحه. فالفكره هنا ببساطه واضحه انه لا يعني وجود غالبية تقول بكلامك انه كلامك صح، ومن يقول لك هذا الكلام قل له معلش هاي مغالطة منطقية. مغالطة النخبة، وهاي المغالطة ببساطة بيستعملها كثير ناس بالنقاشات، انه زي مثلا اغلب العلماء من اللادينيين، مثلا بيجي لك واحد لاديني بيقول لك انه اغلب الملحدين من العلماء، عشان هيك انا اعتقادي او عدم اعتقادي هو الصحيح. او مثلا بيجي لك مثلا واحد يهودي بيقول لك والله اغلب الحاصل مثلا على نوبل او كثير من الناس اللي اخذوا نوبل هم من اليهود، فاذا اليهوديه هي الديانه الصحيحه. طبعا هاي تعد بالمنطق مغالطه منطقيه، يعني لا يعني انه والله في نخبه معينه قالت شيء معين انه هذا الكلام صحيح، وهي تعد من المغالطات، مغالطه الاعتماد على العاطفه. اغلب اللي بيستعملوا هاي المغالطه في الاغلب هم من الناس المؤمنين، لما مثلا يحكوا مع الملحدين مثلا ويحكوا لهم والله الدين صحيح لانه ببساطة بوعد بأشياء بعد الموت، زي مثلا بحكي له أنا هسا إذا متت كيف بدي أتحمل فكرة إنه اللي ظلمني يظل أو يموت بدون عقاب، كيف مثلا بقبل فكرة إني حموت ومش حشوف الناس اللي بحب. في المقابل كمان بعض اللادينيين كمان بيستعملوا هاي الحجة عشان يحكوا لك كمان إنه والله الدين غلط لأنه مثلا في عذاب بعد الموت، في كمان والله أشياء والله زي العنف وما إلى ذلك، وهذا كله طبعا من أجل استغلال العاطفة. أو مثلا ما يجي كان واحد لديني ويقول لك والله الإسلام هو ديانة خاطئة لأنه في كثير عنف بصير من المسلمين، بدون أصلا ما ندرس الحالة الدينية بشكل حيادي واقعي، وهي مغالطة
العاطفي. مغالطة الاستدلال الدائري، هاي المغالطة ببساطة بتعتمد على انك تعمل زي متاهة وبتظل المتاهة هاي مسكرة، يعني زي كأنه في دواوة بتظل تلف حوالين حالها. بمعنى واحد مثلا اثنين بتناقشوا حوالين هل الاسلام صحيح ولا لا، فأجا واحد سأل اللي هو الديني المسلم ليش دينك صح، فأجا المسلم وجاوب ببساطة ديني صح لأنه القرآن بيقول إنه الإسلام صح، أو مثلا يجي مثلا مسيحي يحكي أنا ديني صح لأنه الإنجيل بيقول إنه صح، فهذا اسمه استدلال دائري بشكل عام. مغالطة التعميم، وهي مغالطة كمان موجودة جدا عند الطرف اللاديني في الأغلب، فهي مثلا بتقول لك المسلمين أغلبهم سيئين والديانة غلط لأنه ببساطة نسبة من المسلمين تماس أفعالا عنيفة، تمام؟ أو مثلا المسيحية كلها غلط وكل المسيحيين عاطلين لأنه والله صار موضوع الحروب الصليبية، أو أنه مثلا الملحدين واللادينيين بعض شخصيات عاطلة لأنه بالتاريخ كان في ناس صادف أنهم ملحدين زي ستالين مثلا وبولبوت مثلا قتلوا كثير ناس، وعشان هيك إذن كل اللادينيين هم ناس عاطلين. التعميم هذا هو يعد مغالطة لأنه ببساطة لا يعني أنه في مثلا مجموعة عملت شغلة أنه هاي المجموعة بتمثل الفكرة الحقيقية للدين أو للأشخاص المعتنقين لهاي الفكرة بغض النظر كان دين أو مش دين. مغالطة التاريخ، وهاي المغالطة جدا مهمة، تعتمد على فكرة أنك تغلط واحد عاش بزمان غير الزمان تاعك وكانت عنده ظروف غير ظروف تعيتك، وتيجي تحكم عليه أنه غلط بقيم الزمان الموجود يوم عنا. بمعنى يجي لك واحد مثلا يقول لك الفتوحات اشي سيء بدون مثلا دراسة موضوعية لأسباب الفتوحات الإسلامية مثلا وللواقع المعاش بوقتها، أو فكرة العبودية بدون ما يطلع مثلا على الواقع المشاهد بهذيك الفترة ودراسة وتحليل الموضوع. وبرضه كمان حتى المؤمن ممكن يستعمل هاي المغالطة، زي مثلا أنه يحاول يجيب أشياء من الماضي ويقول لك هي الصح، مع أنه احنا ثبت لنا بالتجربة أنها هي غلط، وثبت لنا كمان أنه هاي الأشياء لم تعد نافعة لهذا الزمان. فهاي المغالطة ببساطة المشكلة فيها أنك أنت بتعمل زي حكم على الماضي وبدك تستحضر الماضي بقيم اليوم، وهذا غلط. الصح أن الماضي للماضي والمستقبل للمستقبل. مغالطة المصطلحات، هاي ببساطة المغالطة بتستعمل من اسمها مصطلحات، وهاي المصطلحات بتكون قوية مبينة للوهلة الأولى، وقد يكون الشخص مبين والله أنه كمان شخص مثقف، ولكن لما تحلل مثلا الفكرة تاعه هو بس بيستعمل مصطلحات للدفاع عن فكرة غبي عنده. يعني نعطي مثال أقرب عشان نوصل الفكرة تاعت هاي المغالطة. نفترض انه انسان بسيط تناقش مع شخص نوعا ما مثقف، فبالنقاش بلش الانسان المثقف يستعمل مصطلحات مش مفهومة للانسان البسيط زي مغالطات منطقية، بيج بانج، مش عارف شو، التوسع الكوني، فظل المشاهد او الناس اللي بيحضروا النقاش مش فاهمين شو بيحكي الشخص المثقف 100%، ولكنهم شايفينه بيحكي كلام كبير فحسوا انه هو صح، وحسوا ان الانسان البسيط غلط فقط لمجرد استعمال مصطلحات ملعوبة بالكلام. مغالطة المأزق المفتعل، او المعضلة المزيفة، مغالطة كثير احنا بنستعملها بالذات الشباب بين بعض. يعني مثلا نعطي مثال عليها، واحد اخته مثلا عملت شغلة معينة، فاجا شاب بيحكي مثلا لشادي هل طاض يا شادي بهذا الاشي لاختك؟ فشادي ببساطة عنده هنا حلين، يا انه يقول انه هو باظ بهذا الفعل، وبهاي الحالة شادي له مصطلح او اسم مش لطيف نهائيا المجتمع بيستعمله لوصف شادي، يا انه شادي يقول لا انا ما بقبل بهذا الاشي، وهنا شادي بصار متناقض لانه باظ عائشي لبنات الناس وما باظ لاخته. وللعلم يعني هاي تعد مغالطة منتشرة، مع انه كمان السؤال هذا ملغوم، لانه انت اذا حكيت انه والله لا انا بقبل زي ما قلت قبل شوية فانت كذا كذا، اما اذا قلت والله ما بقبل فانت بتاظ اشي على بنات الناس ما بتقبلوا على حالك، مع انه الجواب ممكن يكون جواب ثاني مش موجود لا هنا ولا هنا. الجواب ممكن يكون انه ببساطة هي لها الحق تعمل اللي بدها اياه ما دامها كبيرة وما دامها واعية بالقانون وبالدين، هذا حقها ما دام القانون والدين بيقول هيك، ومش مهم انت اصلا طاضة من عدم رضاك لانه ببساطة هي مش معزة عندك.
فهذا السؤال المأزق المفتعل، بحطك بين خيارين والاثنين بكونوا غلط وسيئين، فهمت كيف؟ ولكن بكون طبعا في جواب مخفي بالنص. المغالطة الأخيرة معنا هي السبب الزائف، وعشان نبسط لك إياها كثير بسيطة جدا. السبب الزائف ببساطة هو إنك تعطي سبب زائف لإشي أنت تتصور، يعني مثلا يطلع لك واحد لديني بيقول لك إنه إذا تركنا الدين راح نتقدم 100%، وهذا طبعا الحكي مش شاط 100%، انه طبعا في دول متخلفة حتى لو انه انتشر فيها اللادينية، وفي دول مؤمنة الغالبية فيها زي المسيحية مثلا في امريكا ومع ذلك متقدمة، فالموضوع ما له دخل اصلا بالموضوع. ولكن البعض مثلا او حتى المؤمن ممكن يقول لك والله حتنحل كل مشاكلنا في الشرق الاوسط لما يتم تطبيق الشريعة الاسلامية، مع انه هذا الموضوع مش حقيقة لانه برضه في دول متخلفة مطبقة الشريعة. فهذا الموضوع ببساطة اسمه السبب الزائف، انك بتعطي السبب زائف لموضوع انت شايفه. وبس خلصنا مغالطة المنطقية.